مرحبا عائلة عصام ونور، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اشتقنا لكم كثير ورجعنا لكم بفيديو جديد. وهالمره بمقلب جديد. نور اقترحت مقلب يا جماعه خرافي. هذا ايها متريز حكوا معنا على اساس اليوم نحن نروح لعندهم. ايه، وانه تعالوا نسهر سوا وهيك. كنا على فكره جهزنا حالنا ورايحين لعندهم، يعني شوف انا مجهزه حالي. نور شو بتقلي؟ قالت لي عصام طول بالك شوي، عم خطط اعمل مقلب بايها متريز. قلت لها شو هو؟ لانه صراحه ما بعرف، انه انا لما فظيعه والله لما فظيعه، لما بكون فتره طويله ما بعمل مقالب بصير بحب اني اعمل مقالب، وفيك ما عم بقدر اعمل مقلب، ما بعرف ليه. المهم اقترحت هي المقلب انه نتهمهم بالسرقة، بما انه مبارح كانوا عنا، انه فقدت قرض من اغراضها، واكيد ايه. اهم شيء عند البنات انتو بتعرفوا الذهب. بدي اتهمها لتريس بالسرقة واشوف شو ردة فعل تريس وايهم، انه لما نحن نحكي معهم هذا الحكي. بس شو قال لي عصام؟ انه نحن اذا رحنا لعندهم ما رح نقدر نصور المقلب لانه يكشفونا طبعا. يعني معقولة فايتين وكاشفين؟ ايه. فانا شو قلت له لعصام؟ هلا بندق لك لايهم وتريس وبنعتذر. بدنا نغير الخطة. ايه. وبنقول لهم بدل ما نحن نيجي تفضلوا انتوا لعنا، انتوا تعالوا لعنا هيك احسن، وبنضمن انه المقلب يزبط 100%. والله هي نور خطيرة اقسم بالله. بدها تعمل مقلب بالجماعة، امبارح كانوا عنا واليوم عادي. بدنا نقول لهم اهلا وسهلا، وبنفس الوقت نقول لهم انه انتم سرقتونا. عادي، شو شي ردة فعله؟ هي مقلب. ايه، هي مسحة بسيطة، بس عن جد عن جد انه ايهم وتيريس كتير طيبين. وكمان بدنا نحط لكم رابط قناتهم بصندوق الوصف وبأول تعليق، روحوا واشتركوا عندهم ودعموهم. واهم شيء انا من هون من هلا من هذا الفيديو بدي اعتذر من ايهم وتيريس، لانه حنعمل فيكم مقلب كتير قوي. بس نشوف ردة فعلهم. ايه والله انا كثير متحمسة ردة فعلهم. بس عائلة عصام ونور اللي عم شفنا لأول مرة، ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة إذا مالكم مشتركين لحتى تكبر عيلتنا. لك عصام صار له 5 دقايق عم يدق لايهم وايهم ما عم بيرد. هذا بكون عم يجهز حاله. ايه، واحلى شيء اسراء كمان. هاي سوسو مجهزه حالها اللي بتروح معنا، بعدين قلنا لها تغيرت الخطه. شوفوا هذا الطوق اللي سرقوه ايهم وتريز. شايفين؟ هذا هو الطوق اللي بدي اتهمها فيه لتريز انه على اساس سرقوه. ما عم يرد عيلة عصام ونور. اسرقت ذكي لما اتهمت بالزراعه. بس كان مقلب خرافي. ايه، تذكروا من زمان لما تم تسرق كثير كان مقلب خرافي والله العظيم. نور عن جد من الافكار، بس انا اليوم عم استنى ردة فعل تريس. ايه، وانا كمان كثير متحمسه ردة فعله. هي حرام هيك اعصابها بارده. بدي اليوم اخلي اعصابها بتسال تسأل شعر. انا بقول لك مش بقول لك يلا. الو؟ ايه عارفها، كيف حالك؟ ايه اهلين حبيبي. ايه شو وينكم لسهلا؟ والله بدي اعتذر منك، ما رح نقدر نجي. ايه ناطرينكم على تريسة من ساعة تقريبا. ليك والله صارت شغلة وأنا كتير مزعوجة بصراحة. ليك خير؟ شو في؟ خير يصيبك إن شاء الله. معلم في مجال تجي أنت وتريس؟ ضروري. في موضوع ضروري. شو في ما في شي، بس تجي بتعرف. طيب خلص يلا جاي على الفكرة. ايه؟ ضروري ها؟ ايه خلص. فهمت علي كيف؟ صايرة مشكلة هون هلا هيك الشغلة بسيطة بيني وبين نور. فلازم تجوا انتوا عشان نحكي بالموضوع. لا طب خلص يلا المعسكر يلا نعتبرها. يلا ماشي حبيبي. يلا بانتظار. باي باي. الله معك. يلا باي. يا حرام حسيته تهبك. انا بصراحة عم بحكي معه بس يعني مو على بعضي. لا حسيته تهبك. انا عم بحكي معه مو على بعضي لاني عم بكذب. لا كان منيح تمام. يعني حسسها انه بالفعل في شيء. والله في مشكله هلا. ليك هلا عصام هلا بس يجوا شوفوا من الافكار، شوفوا من الحركات، قاعده عم تعطي تعليمات. مش ما بده لا تخطيط ولا شيء. لكم شو راح اعمل انا؟ شو حتعمل؟ انا راح لكم شو راح نعمل هلا. اول شغله هذا الطوق. ايه هو بالعاده ايهم بيقعد هنيك. ايه صح، وتريس هون داري. هذا الطوق بدي اخفيه هنيك على خط الصوفه. اوكي بدك تخبيه جوا؟ بدي اخبيه هون بالطرف. ايه مشان شو سوي؟ عشان بعد ما نخلص المقلب يعني قبل ما يخلص المقلب فقال قوموا طيب قوموا يعني انه كذا بس كاني شايف شيء. اه فهمت عليك انه على اساس وصلت هي حزتته. حسيت حالها رح تنكشف. لا انا بقول لك حزتها بقول لك لا عصام حسيت عملت حركه مو طبيعيه. اي هي هيك رح قلها شو عم تحوصي هنيك كانه عملتي حركه هون انا هون رح يجي كانه عملتي حركه هون. شوفي شايفين يا جماعه؟ لا شايفين؟ يا عيب الشوم بس يا عيب الشوم. لا بقى تفوتوا اصحابكم على بيوتكم. يا ما تقدرش احنا من اول ما بيجوا انه دغري نفض الموضوع. دغري ما انه رح ننزل هجوم. ايه الطوق كثير نسيت هذا طوق رح ننزل هجوم. الله وكيف هذا مو ذهب طبعا هذا اكسسوار. ايه نحن رح نحكي دائما على اساس هو ذهب. لا ذهب ومو حيلا كمان. ايه شايفين الالوان ولا ياقوت والماس. A few moments later. شوف
لو سمحت لو سمحت تفضل 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 معلم تفضل يا عمي لك اهلين ايهم تفضل يا زلمة ركبنا ركبت خير شوفي ما بتعرف شوفي والله شوفي تفضل هلا بنحكي لكم شوفي شوفي عن جد شلونكم شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير؟ كنا ركض عن جد شو؟ ما بعرف طلناكم بس في مشكلة صارت هلا في شغلة بصراحة صارت عنا بالبيت امبارح وأنا كنت مالي يعني إنه يعني ما بعرف شو بدي أحكي معكم بس إنه ما صار لي فترة جايب لها هذا الغرض لنور أوكي؟ امبارح ايه. تريز فاتت يوم نور على الغرفة أنا حكيت له اليوم لعصام أنا بصراحة اليوم فاتت هذا الشيء امبارح مو انا وياكي شو هو الشيء؟ انتوا امبارح كنتوا عنا وانا وزريز مو فتنا على الغرفه قعدنا شوي صح. فانا لما فتت على الحمام درجتك لحالك بالغرفه ايه كان السلسال تبعي محطوط على البيرو عندي بالغرفه وبعدين بعد ما رحتوا ما فقدتوا للطو ما عاد شفتوا لا لا يضرك يعني قصدك انه تريز اخذت طوق يعني لا انه ما في غيرها طب ما في غيرها كمين انه ما في غيرها طول بالك ما في غيري بس في بس عادي يعني اذا انت عصام عادي اذا انت اخذتيه عادي قليلي يعني بلكي انت بدك اياه مثلا عصام عيب عليك احكي لا بمصي طب بلكي عندك متلازمه الايد مثلا ما بنعرف هيك نحن متلازمه الايد معك كثير اذا انت عصام صوتك نحن بنعرفكم صرنا سنه بس ما بنعرف اذا انت شو متلازمه سنة بعد بعض هلا بدي لكم شغله هلا بصراحه انه الطوق كان محطوط على البيرو فوق طب بركي الاولاد اخذينه بعدهم انسان من اول راحت بهدوء شيء معقول لا لا يا ابوي لازم ما بيفوتوا على طويله ما بتقدر ايه طويله ايه بس عم عيب عليك اسراء ليش ما بتقول مثلا اسراء اخذته مثلا اسراء اسراء مثلا مرتك ناقص المصاري راحت بعته انا ايه امي ترى امي لا 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 عود عود بركي بعد بده مصاري شو بدك تسعى بدك شيء لا 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 نور طولي كيف يعني انا عم تطلع فيه عود عود شو انت لا خدمني بركي انت بعد ايوه لك هي كانت معي بالغرفه اه بعيني بيني وبينك لا بركي بركي شو شوي انت متوقع انه انا بركي انت صار لانه ما في حدا غيرك انا عم بحكي مو حرامي على فكرة ايه مزبوط كلامك مو حرامي ما بينفع بركي انت ليش انفعلت طب شو انفعلت؟ بلا اجى حرامي شيء تخيل عم بتقول انه بتسرق شو يعني معقولة؟ انا مستحيل اسرق حدا انا اللي بس ما بينقصها شيء اي شيء بدي اياه انا بجيب لك طبعا بلكي استحلته بجيب لك بجيب لك احلى منه شو بدي احلى منه تخيل انه انا جيت لعندك وفقدتي شيء وانه ما في حدا غيري فات لعندك انا بقول اختفى بس بقول انت سرقتي اسمي سالي بركي صريحة جدا مقلب ليك الكاميرا مقلب روحي بقى مقلب تريز مقلب ايهم مقلب حبيبي خلص ولا تضرب حبيبي دمع عيونك لا 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 تزعلي دعي مقلب خرافي ما بس والله انت والله ما لك عمليه ما تريز بدنا مقلب خرافي بنور والله مقلب والله ها هذا عصام الصادق شايفين عنده قناه على اليوتيوب وتحسس من كلمه حرامي اللي بده يعمل مقالب هيك لكن بده يتحمل لكن هذه الطاقه هذا ما بدي اخذه لا وانا شو بقول لهم الا لتريز لا ما بتعرف بدي الشاري لا انا اياه هو تقليد الطوق والله دافع دم انور جايب لي اياه والله تعيشوا وتاكلوا غيره بركي اختك حراميه لا
لا تريز شو؟ بس رح اعوض ها؟ لا عادي شكلها حتنتقم شكلها حتنتقم تريز لا بيروحوا من عنا لصالح بس عنا بس ما هو المشكلة لكن المشكلة انه انتوا تكونوا زعلتوا مني اتهمت اسراء انت شفتي شو عمل؟ يا جماعة ايهم للحظة لثانية بده يعلق بيني بين نور وبين اسراء هذا الزلمة خطير خطير قال شو بيقول لنور بركي عصام هدية لشي وحدة وبيقول لي إلي بركي نور بايعته لازمها مصاري وبيرجع بنفس الوقت واسراء هي اللي سارقته وكل هذا الشيء عم يدافع عن تريد والله والله انك كفو 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 شجاع والله قلبي هيك عرفت عليك عصام ونور بدي ارجع وذكركم ما تنسوا تروحوا عند ايهم وتريز تشتركوا عندهم بالقناه البنت بعد بس لازم لازم نوصلهم 200 الف متابع باسرع وقت ممكن لا بدنا اياكم تقولوا لهم صحتين وهنا على المقلب بس بتعرفوا شغله الله يسترنا من هون ورايح لما تروح عند ايهم وتريز بدي اعمل كل حساباتي ايه لكن لازم لا من هون ورايح بدكم تشوفوا مقالب خرافية مع عائلة عصام ونور بدنا نرد لهم اياها ديري بالك نور هلا شو عم بيتكلم عائلة عصام ونور هلا هيك وصلنا معكم لنهاية المقلب وايهم وتريز حطينا لهم شيء بارد عشان يروقوا دمهم ايه والله لازم يروقوا اعصابهم وما خليناهم يروحوا لازم يكفوا السهرة عنهم لا هلا بتبلش سهرتنا بس قبل ما نختم هذا الفيديو رح ناخذ ثلاث اسامي مثل ما عودناكم معنا زهراء من العراق وسكينة من المغرب وريما من السعودية اذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اسمكم من اي بلد عم تتابعوا ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو تشتركوا بالقناة اذا ما لكم مشتركين لحتى تكبر عائلتنا وتابعونا كمان على الانستغرام والسناب شات بتلاقوا روابط صندوق الوصف تحت بنحبكم كثير كثير بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي وسلام